هو متحف يلقب بلؤلؤة العمارة في العهد القاجاري، تغير ما حوله ولم يتغير. في داخله يجمع المتحف بين الفنين الغربي والإيراني القديم، إبداع في التصميم ودقة تشدان أنظار الزائرين في حضرة الجمال. في كل قطعة من هذه الغرفة فن عجيب، لاحظوا الألوان والأشكال الهندسية كم تشبه بعضها بشكل يوحي بدقة حسابات المهندسين رغم بساطة معداتهم. إنه يبعث على الفخر حقاً. متحف زمان أو متحف الوقت بالعربية، هو مكان يروي قصة شغف الإنسان بمعرفة الوقت. فهذه الساعة مثلاً هي أقدم ساعة في إيران، وهي تعود إلى القرن 17، وتعد واحدة من مئات الساعات الفرنسية والسويسرية والبريطانية والألمانية النادرة في كل العالم. جميع الساعات هنا نفيسة وذات قيمة تاريخية، البعض منها لا يوجد منه سوى القليل في العالم. يهدف المتحف إلى توضيح المراحل التاريخية لتطور معرفة الإنسان بالوقت. هنا مئات الساعات من الفضة والذهب والبرونز داخل هياكل من العاج والأحجار الثمينة. أما هنا فساعات صغيرة لشخصيات إيرانية تظهر حب الملوك القاجاريين والبهلويين لاقتناء الساعات. جميع الساعات لدينا تاريخية، وقد كانت ملكاً لشخصيات مرموقة في البلاد كالملوك والسفراء، وقد كانت تصمم بناءً على طلبهم أو تقدم إليهم كهدايا من الوفود الأجنبية. جمال هذه الساعات ودقة تصاميمها يخفيان عمر بعضها الذي تجاوز 300 عام. هي قطع فنية لا يشعر الزائرون بمرور الوقت هنا، برغم أن الساعات متوفرة من حولهم في كل مكان. ملك عابد، طهران، الميادين.